الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من الشف رياضي، ولكن اليوم بنكهة عالمية مع زياد عشيش بطل الملاكمة، لاعب منتخبنا الوطني والبطل العالمي. كل عام وانت بخير زياد. وانت بخير إن شاء الله. ينعاد عليك بالصحة والسلامة يا رب. وانت بخير الله يسعدك يا رب. إن شاء الله أجمعين. مفطر وجاي؟ والله مفطر وجاي. متقل على الفطور؟ كثير كثير كثير. كل عام وانت بألف خير. أول إشي بديك توجه كلمة لمشاهدي القناة الرياضية عشان الشهر الفضيل. أول شيء كل عام وانتم بخير إن شاء الله، كل سنة وانتم سالمين إن شاء الله، وإن شاء الله يكون شهر خير علينا وعليكم إن شاء الله يا رب. آمين يا ربي. زياد، شو آخر أخبارك الفنية الرياضية على الصعيد الشخصي؟ والله هسه قاعد بحضر لبطولة العالم إن شاء الله، في عندنا معسكر بلغاريا، راح نسافر كمان بخمس شهر 10 رمضان، وراح نلعب بطولة العالم في أوزبكستان إن شاء الله بعد المعسكر إن شاء الله. إن شاء الله دعواتكم يا رب. آمين يا رب. ثقتنا فيك كثير كبيرة وأكيد بمنتخبنا الوطني. كيفك أنت والطبخ؟ يعني بعجبك بالطبخ كويس. سامعين؟ بعجبك بالطبخ كويس. هذا بنشوف. هسه تفضل استاذ شغلات. مين اليوم حياخذ هاي الحلقه عليك ماخذ او حيحكي حيعايرك فيها؟ مرتي امي. شو حيحكوا لك خبرني. يعني امي بتكون مرات بتلاقي ملوخيه وهذا بتقول لي تعال ساعدني، بقول لها انا طالع انا لاعب عالمي فما برضه شو مرة تكون مطبخ قولي ساعدني جي لك صحي نعمل لك شيء فبكونش فاضي، فهم راح يمسكوا علي. بابي تحياتنا كثير كبيرة لإلهم. شو كيف رمضان معك؟ شو طقوسكم برمضان؟ البس هدون وانت بتحكي. طقوسنا برمضان حلو كثير. يعني برمضان أنا بتدرب تمرينين، تمرين على الساعة 4 وتمرين الثاني بكون على الساعة 10. أوكي. فمش دائما بقدر أذكر بالفطور طبعا، أمرات بكون عندي اثنين وخميس بكون عندي تمرين واحد بس قبل الإفطار، هذا اليومين بس اللي بذقل فيهم، أما بقيت الأيام والله بقضي على الشربات أبداً. يدوب أكيد. يعطيكم ألف عافية. هلأ يعني العد التنازلي خلص أكيد. بطولة العالم قربت، والأولمبيات وبطولة العالم العب للسوية كلهم قربت. هسه هاي عندنا كمان بطولات كثير مهمة، حتى في عندنا كمان بطولة الحزام الذهبي راح يصير كمان مرة في تايلاند بشهر 6 بنص 6 بنص 6 او 7 يعني. هي كمان كثير مهمة يعني قربت كثير قريبة، فيعني كل هاي عندنا استحقاقات كثير قوية ومهمة كمان. وكل عليها نقاط ممتاز. وكمان اذا ان شاء الله بجيب ذهبية في بطولة الجولد هاي الحزام الذهبي ان شاء الله راح اكون مرشح اني العب الحزام الالماسي، وهي كثير مهمة. هذا اشرح لي عنه كيف يعني. هاي عملوها البطولات الجديدة عندنا، راح اللي يجيب. انا جبت ذهبيه بالحزام الذهبي الاخير اللي كانت بمراكش بالمغرب. اوكي. فاذا برجع اجيب كمان ذهبيه فديك فبصير انا انافس على الحزام الذهبي على الحزام الالماسي، وهي كثير مهمه ومن اهم البطولات راح تكون. وراح ما راح اشارك فيها اي لاعب الا اللي راح يكون مثلا معهم ذهبيتين او شيء زي هيك. بصراحه اقل شيء ذهبيتين عالم. اكيد طبعا، وهي كثير مهمه وحتى فيها مكافات كثير عاليه. يا رب ان شاء الله. وين حتكون هاي؟ هاي راح تكون في تايلاند. تايلاند. البطولة الحزام تايلاند. اما ايش اسمه الحزام الالماسي لسه ما قرروه وين. اوكي. بس هي لسه بدها كمان وقت، واحتمال هي اصلا تنعمل بعد الاولمبيات. حنحكي عن هاي القصة كاملة، بس اليوم أوكي. شو بدنا نطبخ؟ شو بدنا نطبخ؟ داود باشا. هسه تشوف. نص كيلو لحمة مفرومة، بصل، دبس رمان، توم، بندورة من 7 بويز، رز من كرم، يعني معنا سلطة كمان، وأكيد كل الشكر لرعاة البرنامج مطاعم الحوت اللي بنصور عندهم، سوبر ماركت ربوع القدس بكل أكيد ماركات وعلاماته التجارية المسجلة اللي معانا بالبرنامج، وأيضا شركة زمزم إخوان للصناعات الغذائية كرم زمزم اللي موجودين أيضا معانا. هنخلط أول إشي يا أستاذ زياد اللحمة، بدنا نحط عليها شوية ملح، نحط عليها توم باودر، بدنا نحط شوية جوزة الطيب، أشطرني، بدنا نحط بهارات سادة شوي، بدنا نحط فلفل أسود، بدنا نحط شوية زنجبيل، أخلط. احكي لي، أنت أكتر من مرة رحت على تايلاند صح؟ رحت على تايلاند 3 مرات. صار عندك هيك نحفة عندهم، لأنه هم بالشوارع في عندهم قتالات كثيرة، هم عندهم اللعبة التايلندية المعروفة الماي تاي معروفة كثير عندهم. فبصراحة لما رحت غادي رحت 3 مرات، مرتين رحت معسكر، مرة رحت بطولة،
فبصراحة ما صارش معي نهفات كتير. أوكي. يعني نهفات. ما لعبت بالشارع مثلاً هيك. لا. حركك قلبك لا لازم ألعب اللعبة لازم كذا. هي بصراحة إحنا نزلنا في شو اسمه بانكوك. بانكوك بصراحة ما كانش فيه هذا الشيء إحنا ما شفناه بصراحة. ما شفته. هي أنا أتوقع إنه هو بيصير بالمناطق الشعبية شوي. أكتر. بالمناطق الشعبية إحنا ما صح إنه نروح عليها. كيف اللعبة؟ كنت بتمني إن أشوفها. طبعاً كتير حلو أنا شايفة واحدة منهم. كيف زمان رحت على تايلاند وشفت واحدة منهم لأنه الإعلان تاعها كان شوي كثير غريب. قوي. معروف. الاحتراف كيف؟ الاحتراف حلو. إنك كثير. تلعب كمحترف زياد كيف؟ والله هو الاحتراف طموح كل رياضي إنه يطلع يحترف. بس هي من هي أصعب من الهواء بكثير مليون بكثير وهي بتوصلك يعني للنجمية صح وأنا إن شاء الله يعني ناوي عندي نية إن أحترف بس أول شيء ذهبية الأولمبياد ذهبية عالم إن شاء الله يا رب إن شاء الله الأولمبيات المرة الماضية كيف كانت والله الأولمبيات كانت حلوة كثير كلياتنا كنا نتفرج عليكم بدك تلف معي هلا أوكي والله. نعمل طابات وإحنا بنحكي تفضل أستاذ أعمل طابات وأنا بعمل طابات من عندي نشغل الغاز طبات حلوه ايوه وسه معلم اقول لك انا اصلا كان يقولوا لي زياد الشيف وانا صغير من زيت كرم شوي بدنا نحط زيت عشان نقلي فيهم بدنا نحط معها زيت زيتون شوي عشان نقلي الطبات تاعتنا انا امي جوي وانا جاي هنا حكت لي يما جيب لي معك ذوق اكلك قلت لها خلص انسى انا بجيب لك كيف اول يوم رمضان اول يوم رمضان والله حلو قضيناه بالبيت كان عندنا كان اصلا كان عندنا معسكر قبل رمضان وين بتعسكروا هون جوا عمان يعني كنا معسكر معسكر داخل مركز اعداد الاولمبي اوكي كان عندنا منتخب موريشيو معسكر اوايا قويين كويسين تعايش يعني كنتوا فكنا نتمرن مع بعض كان حلو تمرين كثير ورمضان تمرين أصلاً أحلى من الأيام العادية قبل الإفطار أنا بحب أن أتدرب برمضان بصراحة بحكوها ساعات ذهبية للرياضي صح؟ كثير حلو أنا والله من نوعي اللي كثير بحب أن ألعب وإنت صايم وأنا صايم حس حالك بتكسب التمرين مزبوط حتى بكون في ناس بتحكي إنه بكونش عندك نشاط بس بالعكس أنا بكون نشيط كثير. ممتاز. تصحى بكير؟ بصحى بكير طبعًا. شوف الصحة كيف بتصير. والله طبعًا والله العظيم إشي حلو أصلًا شعور حلو. طب احكي لي عن أول يوم رمضان أول إشي قبل ما نفوت بعيلتي على الشيش كاملة. أول يوم رمضان عشان كان واحد يكون متحمس لرمضان كان أنا من الناس اللي بيحب رمضان. طبعًا. وبيحب السهر برمضان. شهر مختلف عن باقي الشهور كلها. يعني. طبعًا شهر فضيل هذا. طبعًا طيب شو عملتوا؟ فوالله كل واحد صار من عندنا من العيلة عشان إحنا عائلتنا شوي كبيرة. ما شاء الله. فكل واحد صار كيف بدي أحكي لك يتوحى مع طبخة. وهات عاد شوف مش كل واحد فيكم. كل واحد. حسين شو أخباره مع رمضان؟ حسين بجنن حسين والله. تحياتنا لحسين بطلنا الرائع كمان والملاكم. الجميل أنا يعني هذا اللاعب هو أخوك طبعا أخوي من الأشخاص القريبين أكيد دائما للقناة الرياضية وبحب دائما نغطي كل أخباره طيب أفطرتوا أفطرنا إيمتى شو عملنا أول يوم رمضان العيلة طبعا كل واحد ومرته كل واحد ومرته أتوقع عملنا منسف أول يوم ومنسف منسف والله أنت صحبة مع أي أكلة هسا انا صحبي مع اي اكله كل شيء كل شيء انا معه باميه فاصوليا اي شيء كله بس بصراحه بحبش طبايخ كثير انا اكثر شيء بحبه ماشي على الاكل الهيلثي انت او الصحي مش دائما بس ايام البطوله بصراحه على وزنك لازم يكون ثابت لا قد ايه صعب تثبت وزن زياد خاصة إذا بتلعب رياضة وعضلات إحنا بنعرف بتلعب بالجيم ما هو بزيد الوزن بصراحة كمان وخلاص خلاص تتحمل كمان هدول مش نضايقنا عشان ما نخلص ما هلأ بكشو ممتاز بتحمل يعني ما بتحمل إنك تزيد أبدا هسا بزيد هسا إذا برمضان الواحد ما دربر على حاله بزيد الوزن بزيد كتير من الحلو بس انا زاد شوي والله من كثر ما باكل حلو بس اليوم قررت انه اوقف توقيته لانه زاد لما تاخذ قرار خلص بتنفذه بهاي الوقت عندك عندي بقدرش لانه عندي بطولات مهمه لازم اكون نزل وزني قبل فتره
عشان ما تعبش بالمباراة. وهذا الشيء بدور كثير مهم، لأن إذا تعبت بالمباراة مشكلة. مغلب العيلة معك بالأكل ولا مركز الإعداد متغلب معكم كمان؟ الاثنين. اثنين. هاي الشغلات كثير مهمة للرياضي، فعشان هيك البيت والمركز الاعداد متغلبين معه. طبعا طبعا، لان عسه عندهم اخصائي تغذيه احنا بالمركز الاعداد الاولمبي، وهو بوجهنا على شو ناكل وشو نشرب وهذا، فعشان هيك يعني هو بكون شايفك مركز الاعداد، بس بعد مركز الاعداد لما تروح على البيت هان المشكله، اذا ما مسكت حالك راحت بتروح عليك. طيب احنا هلا حطينا اكيد خلطه اللحم المفروم، بس بدنا نروح لفاصل ونرجع نحكي شوية أخبار عن العيلة وعن ابنه وعن كل التفاصيل الخاصة بضيفنا زياد عشيش. خليكم معنا. إذن رجعنا لكم مشاهدينا، وكل شكر أكيد لرعاة البرنامج وزياد عشيش مكمل معنا. واليوم أكلتنا داود باشا. زياد خبرني أول إشي كيف بلشت الملاكمة؟ احنا بنعرف العيلة كاملة تقريبا كلياتكم عندكم هالموهبة بالملاكمة. بلشت الملاكمة كنت صغير، كان عمري 10 سنين، 11 سنة، ب2009 كنت اشتغل بالسوق، فكنت شوي طايش؟ كنت حرك كثير، فابوي قال لي يوم روح جرب، روح جرب عند عمك، كان عمي فاتح مركز، هو المركز لإله، المركز لعمي، فروحت على المركز وبلشت اول يوم، عجبتني الشغله انه في إشي جديد دخل حياتي وبتفرغ طاقه فيه، بتفرغ طاقه ومن هذا، وانه لعبه عنيفه شوي، فانا بحب الالعاب العنيفه شوي، عجبتني الشغله، روحت طلعت تمرنت كل يوم، تمرنت بعد فتره لعبت بطوله مملكه، جبت بابيه فتره قد ايه يعني بعد سنة وشوي. ما شاء الله. يعني على طول بعد سنة وشوي. بعد سنة وشوي جبت فضية، اول بطولة لعبتها جبت فضية، البطولة اللي بعدها مباشرة جبت ذهبية. 2012 كنت منتخب، كنت منتخب ناشئين على طول. على طول يعني انت ازياد من الفئات موجود مع المنتخب. من الفئات من زمان وانا صغير مع المنتخب، فطلتني استمريت، بعدين قطعت فترة اشتغلت فيها، ما كنتش متوظف، قطعت بالرياضة، رحت على التوظيف، بعدين أبوي قال لي إنه خلاص ارجع الملاكم، بعد ما قطعت يمكن سنة ونص، قال لي إنه خلاص ارجع الملاكم، المنتخب رد طلبك، كمان مرة أجا مدرب عندنا جزائري وهو اللي طلبني بعد ما هاي اللحظات اللي تركت فيها، ليه تركت؟ كان ما كنتش أشتغل، ما كنتش زي هسه موظف أمن عام، عشان هيك هسه اختلف، لأنه أنا صرت موظف أمن عام، صار يجيني دخل، أول ما كان يجيني دخل. عشان هيك تركت، بعدين رجعت على الرياضة، سافرت أول بطولة كانت اللي بالشباب، سافرت فيها لعبت على ميدالية، فزت مباراة وخسرت ثانية، يعني هلا بلشت أحب الرياضة أكثر، بلشت تعلق فيها لأنه في إنجاز كمان. كان في إنجاز. بالضبط صح، فأنا صارت تحلى الشغل، فأنا عجبتني الشغل وظلت نكمل فيها. مين قبل، أنت ولا حسين؟ أنا قبل بيوم. جد؟ شو القصة؟ أنا لما روحت حكيت لك شغلة حلوة كانت عجبتني، فقلت لحسين انه تعجب انا حلوه، شيء حلو والله. قال لي انا تبع، قلت تعال جرب وشوف، والله شيء حلو، وراح اجربها معي وعجبته كمان، انه كانت حلوه كثير لعبه الملاكمه. بس بجوز حسين بفتره من الفترات بين قبلك. حسين بين قبلي لانه هو كان اكبر منه، هو فات على منتخب الرجال قبلي. حسين كان يسافر قبله. حسين سافر مع الشباب، انا كنت لسه ناشئين. اوكي. حتى مش ناشئين، واعدين. فحسين كان يسافر قبلي ولعب بطولات قبلي، هو عنده خبرة أكثر مني طبعاً. يعني للعمر وكمان أنت بتحكي للرجال بيختلف الموضوع طبعاً. أنت بهدير بالك ماشي، يصير في إصابات عندنا بدنا نحط هاي. طيب هون السؤال، طبعاً إحنا بنحكي، خليها تسخن شوي، إحنا بنحكي إنه الرياضة دائماً بتغير الشخصية زياد. شو تغير عندك لما أنت قلت لي كنت يعني طفل روش، خلينا نحكي ونازل طواش ونازل قصاص، شو اللي تغير معك؟ هسه الرياضة حتى للبنادم الهادي والهذا بتقوي شخصيته، تبني له شخصية، بتخليه اجتماعي أكثر، اجتماعي بتخليه اجتماعي أكثر، ثقة بحاله، بصير عنده ثقة بحاله، بصير مش ما مش النوعية اللي بخافش من أي حدا، بصير يحكي بثقة، فبصير حتى شخصيته حتى كل شيء فيه بصير حلو، بتختلف بختلف،
فانا شو اللي تغير علي؟ اني صرت هادي جد؟ عندك ثقه بحالك اكثر؟ عندي ثقه بحالي اكثر، صرت يعني هادي مش زي زمان. ابنك شو غير فيك؟ انت تجوزت عمرك صغير. تجوزت انا احكي لنا صغير. ابني كيف بدي احكي لك؟ انا حطيت هيك نص بصله ربع بصله. ابني لما شو اسمه؟ راشد. راشد، ابو راشد. ابو راشد ابني غير كل شيء، ابني هو صرت اعمل كل شيء عشان ابني. والله يحمي يا رب. هو بعدين من بيشجعوني كثير، مهووس بشيء اسمه ملاكمه. ابدا يعني ممكن تلاقيه ماشي بالكرادور البيت تلاقيه بيعمل حركات يا ملاكمه يا ريه، وبيعمل حركات وبيعمل حركات كثير بالمكتب، وتكنيكه حلو باللعب. مهووس كانت لما بطوله الاسيا يعني بالاردن كان يجي يحضر البطوله ويشجع ويقول زياد عشيش. ما يزعل اذا مثلا اجت لك ضربه؟ اجت لا بالعكس، كان يقول ايوه زياد يا طيب ويشجعني. حتى في فيديوهات عندي على التليفون وهو وانا بلعب بيبقى البيت عندي بصوروه وبشجعنا على الشاشه زياد عشيش وقول لي يسعد دينك حبيبي ومتحمس كثير وهو انا بلعب. بدك اياه يصير بطل؟ اكيد، بس انا فكره انه يصير بطل انه يطلع دكتور عندي فكره اهم من انه يصير بطل. دراسه؟ بدي درس وخليه دكتور، بدي اخليه دكتوره ان شاء الله. ان شاء الله هاي حلم كل اب وام. دكتور او شرطي؟ لا لا انا ان شاء الله لا انا عندي او طيار دكتور. ان شاء الله راح اعمل كل اللي بقدر عليه عشان اخليه دكتور. يعني راح اعمل الصعب عشان اصير دكتور. لا كان نفسك انت تصير دكتور؟ مش كان نفسي اكمل تعليمي بس ما كملتش. ليش ما صارش نصيب؟ ما بتحبش الدراسه ولا التهيت اكثر بالانجازات ولا التهيت اكثر بالرياضه؟ بصراحه بالرياضه. وانا من النوعي اللي بحب الدراسه كان نفسي اكملها. ظروفك بس ظروفي ما سمحت له هذا، بس عادي بيجي الولد بعوضها. انت هلا عمرك قد ايه؟ 24. يعني لساتك صغير. واصلا قد ايه راشد ما شاء الله عمره؟ 3 سنين. 3 سنين ما شاء الله تبارك الرحمن. لحظه الله. ولاده راشد وانت شاب صغير يعني 19 سنه. عمرك كان كيف راشد؟ شو حسيت اخوك راشد؟ مش ابنك بس يكون عمره 40 سنه بكون هو عمره 20 سنه بالضبط. يعني انت بتكون راشد شبابك وهو كمان مخلص توجيهي. بالضبط. كيف راشد انه اجى بعد باسبوع انا تهلت على الانبياء؟ يعني امه ولدته انا بعد اسبوع تهلت على الانبياء توفي. بشاره الخير لعبد. بشاره الخير بعدين ما شاء الله. ان شاء الله دائما يكون بشاره خير لك وللعيله كلها يا رب يا رب. الله يسمع منك. بس تغيرت حياتك يعني انت لسه صغير بس بنفس الوقت راشد غير لك اياها. اكيد بكره بس حكيت لك بس يكون عمره 20 انا بكون عمره 40 سنه بكون انا وصاحبي ماشيين بالشارع. خلص بدك انت تدربه؟ بدي ادربه. ولا مدرب يدربه؟ لا بدي انا ادربه. واذا اكل ضربه ولا شيء عادي؟ شوف راشد يا زياد والله انا بلعب معه وبضربه. ابدا؟ بضربه. وهو ايش بحاول؟ هو بحاول يضل يقول انا فزت عليك. انا فزتك. انا فزتك ايوه. حبيبي الله يحميه يا ربي. انتوا عيلة عشيش عيلة رياضية؟ كلهم رياضيين. طيب هلا لما تصير معكم طوشة شو بتعمل؟ انتوا كيف بتتطاوشوا مع بعض معلم؟ هسه احنا مش مع ولا الحكي هو لا احنا الحكي هو اللي بيهدي هو اللي بيجيب النتيجه. بس احنا بالعكس من عيلة مش من كثير اللي بتعمل مشاكل. لا طبعا انا بمزح يعني بس انتوا اذا عصبتوا على بعض قصه. بالضبط. بس بتعرفي احنا يعني كثير الناس بالحي اللي احنا ساكنين فيه بالمخيم بحبونا وبيعرفونا يعني ودائما مشجعونا يعني. ورياضيين انتوا بالنهايه فيعني مستحيل اليوم تلاقينا عاملين مشكله مع حدا لانه كل مخيم بحبنا وبيعرفنا يعني ممكن يعرف يقول لك هذا زياد صاحبي يعني ما بعمل معه مشكله لانه هو صاحبي. صح عرفتي؟ فعشان هيك تلاقي نادر انه نعمل مشاكل في المخيم. في صوره لإلك بما انك ذكرت اسم المخيم صورتك انت وحسين على السطح. هاي اول شيء فكره مين الصوره؟ هاي اجت قناه رويترز صورتها يميتها هي اللي قالت لكم وقفوا بهاي الطريقه. أخذونا كان حتى جايبين طيارات صورونا فيه الدرون. فهاي الصورة جابت أفضل صورة بالعالم عام 2021. شو شعورك كل هذا الشيء يعني؟ والله العظيم أنا بتوقف بالشارع والناس بتحكي لي مش انت اللي تصورت على السطح انت وأخوك؟ وناس كثيرة جتني على البيت بس عشان تطلع على السطح وتتصور نفس الصورة. ناس كثير من المعروفين طلعوا اجى عندي على السطح بس عشان يتصوروا على السطح. شعوره حلو هذا الموضوع؟ طبعا بتحس عطاك حقك شوي بالزبط. انت وحسين بالضبط. حتى كل اي قناة بتجينا على البيت كانت رؤيا او تلفزيون الاردني او اي قناة المملك وهذا حتى البي ان سبورت كلهم كانوا يجوا يطلبوا انه احنا نصور على السطح. الصورة على السطح بدهم يصورونا على السطح. خلص السطح عندنا صار مشهور كثير. بدك تصير تاخذ دخولية على الموضوع. والله بشكل بدي اعملها. نحط فليفلة شوي معاهم ونقلبها بكره بتصير تراث. فبتشوف السطح
صور ابنك فيها. اه طبعا ان شاء الله والله لازم. اول كفوف شريتها في اسمها كفوف. اول كفوف شريتها يا زياد تتذكرها ولا لا؟ شريتها اول كفوف شريتها اشتريتها من نفس النادي كانت كفوف يعني مش كويسه مش معترف فيها ابدا مش معروف شو هي. كانت كفوف يعني مش عارف يعني ناس كثير منها طلعت لو راكين بالشارع ما باخذها. كفوف مش كفوف. كفوف مش كفوف يعني لسه لو اضرب بيدي احسن. هذول هم كانوا اول كفوف اشتريتهم بعد ما فوت المركز لان تدربت فيه تقريبا بشهر. بشهر بعد ما بلشت كنت اخذ كفوف من اصحابي عبين ما حوشت حق القلفز وجبته. قد ايه كان حقهم؟ كان حقهم انا ذاكر كان حقهم 13 ليره ونص او 14 مستعمل. لا جديد جديد بس جديد. مش برو يعني مش سيء سيء مش يعني تجاري كان يوجع يدينا لما نضرب تجاري 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 على كيف كيفك. كان هاي اول مرحله يعني. واصعب مرحله. وبعدين اول كفوف منيحه اول كفوف منيحه حتى من الاتحاد. كان حكيت هذول الكفوف ممكن يخلوك بطل عالم. اكيد طبعا يعني كان بيساعدك تبعد عنك. لا لا هو يعني لما شفت هاي الكفوف وشفت انك انت بالمنتخب قلت لحالك انا حصير بطل عالم. ما بدي احكي لك مثل اللي انت هلا فيه. بالبدايه اول ما دخلت النادي ولا كان عندي طموح ولا شيء ولا شيء ولا شيء بس انك ايش ان انا داخل افضل هذا. بعد ما لعبت وشفت نتيجة. كنت اخذون اول البطوله للرجال كنت لسه صغير شفتها مبروك وفوز وكل بس ينزل اللاعب الكل بيسلم عليه وبقعد اتصور معاه قلت طب انا بقدر اصير هيك عادي. فكان طموحي اني اصير بطل المملكه بس. كان طموحي بس اني اصير بطل المملكه نصير زي الناس يصير صور معي قال له ما احسن مني بدي انا اصير مشهور. بدي اصير مشهور فشوي شوي انه ما راح احط البندوره. هاي البندوره من 7 بويز كمان مقشره وفريش. اوكي فضل. فقلت اني بدي اصير بطل خلص بدي اصير صور معي يصير بطل المملكه صور معي. اول بطوله ما زبطتش معي جبت فضيه. ثاني بطوله قلت بدي خلص لازم اجيب ذهبيه. جبت اول بطوله حسين جاب فيها ذهبيه انا جبت فيها فضيه. حسين راح المنتخب انا ما رحتش اول مره. شو حكيت إن... ببالك حكيت زعلت إن... كنت حتترك اللعبه بوقت من الاوقات هسه ما فكرتش اني اترك اللعبه بس زعلت والله زعلت كثير انه يعني حتى في شباب من النادي راح على المنتخب انا ما رحتش. شوي زعلت وليش انه انا ما جبتش ذهبيه ورحت على المنتخب. فبعدين كملت ضليتني كملت بعديها بسنه بالضبط صارت كمان بطوله جبت فيها ذهبيه. جبت فيها ذهبيه عوزن عالي دخلت المنتخب. بعديها شوي شوي صار يلعبوا اللعيبه برا صرت اشوفهم كيف بيجيبوا انجازات اللاعبين القدامى كيف بيجيبوا انجازات كيف الاعلام بطلبهم كيف هذا انه شيء جديد حلو بدخل حياتك فكره حلوه. قلت والله العظيم انه شغله حلو والله والله انا الها والله انا الها. فأنا من لعيبة جد جد يعني مش مزح بحب ليش الصعب دائما بسلك فيه. يمكن أول مطب أهد شوي أحكي والله صعبة بس بعدين برجع في شيء بحمسني يعني مستحيل يعني تعرف أنا معروف بالأردن إيش بقول زياد مستحيل يخسر مع لاعب مرتين. حطيته في راسك. أنا إذا بخسر مع لاعب مرة كل الأردن تعرف كل أي حدا بتابع رياضة وبتابعني بيعرف إن أنا بخسرش مع اللاعب مرتين. صعب إن أخسر مع اللاعب مرتين. ما شاء الله عليك. الحمد لله. حنحكي عن هاي القصص كلياتها أكتر كمان وعن أشياء ندمان عليها عن أول لقاء تلفزيوني لإلك إذا بتتذكره. لا حتتذكره بس بعد الفاصل خليكم معنا مشاهدينا. ورجعنا لكم مشاهدينا أكيد والطبخة قربت تستوي والحديث كمان في أجمل منه مع زياد عشيش. زياد خبرني كنا نحكي قبل شوي عن الأكلات الغريبة العجيبة اللي دقتها. أنت مغامر بالأكل أول إشي ولا لا ولا ما بتزبط أنك تدق إشي ما بتعرفه؟ بصراحة بالأول قبل ما هذا ما كنتش أذوق أول ما كنت بداية سفراتي كنت أخاف. وأول دولة سافرت عليها من أغرب دول سافرت عليها وخفت من أكلها جد اللي هي الصين. فما مرضيتش أكل غاد أبداً خالي. وبعدين غادي كنت أروح أنزل وزن غاد بعدين غادي نزل وزني مرة واحدة. عارف الدايت تاعك بالصين ولا دقت أكلهم ولا دقت استحالة ولا الأسماك والكذا لأنه ولا عشان حلال ولا لحم. حتى السمك مش سمك حلال في كل العالم السمك حلال بس غادي ما كنت أكله أبداً. مرة واحدة أكلت شريم
ما عدتهاش ابدا. اوف ما خلص بجوز نفسيا انت ما تدخل على المطعم المطعم لحاله ما حبيت لا 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 ما حبيت. طب اكثر اكل حبيته ببلد من البلاد اللي سافرتها؟ اليابان. سوشي. سوشي فيش مثل السوشي. سوشي انا اكثر اكل بحبه السوشي. بس انت بتحكي عن السوشي الاصلي. السوشي الاصلي 100% مستحيل اطلع. بعدين تعرف انا اكلت في اوكرانيا وفي روسيا اسكى سوشي اكلته في حياتي, وكمان في ابو ظبي في حياتي ما اكلت هيك سوشي. سافرت كثير شهونتنا على السوشي على ساعه هالمساء. فتاكلي سوشي جد سوشي 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 سوشي. عاد الشباب بالمعظم بحبوش السوشي. انا بالاول اول ما سافرت ما ذقت سوشي. البنات اللي بنحب السوشي ذقت نوع معين ما عجبني. بعدين حسين صار يقول لي زم جربه زاكي انت مجنون ما بتحب السوشي. حسين كمان اللي علمك على السوشي. اوكي بقول له زم والله ذقته مره في تايلاند ما حبيته 2017 قلت له زم والله ما هو زاكي ما انا عارف كيف تاكله زم قلبت معدتي طلع لي انا اكلت النوع هو مش زاكي ابدا مش زاكي هو لازم يكون النوعيه منيحه. انا بحب بصراحه السمك فلما رحت قلت له زم قال لي جربه ادمان. انت عليه كل دوله اروح عليها اوكرانيا روسيا ابو ظبي مستحيل اضيع هاي الفرصه. طبعا مستحيل. طيب بلد لك ذكرى فيها يا زياد عشيش؟ بلد احلى ذكرى جد ولحد هسه نفسي ارجع اعيش هذا الشعور. صربيا. صربيا من احلى الدول اللي انا روحتها والاحلى اكثر دول اللي فيها ذكريات فيها. قل لي عنها. حلو هذيك فزت فيها يميتها على صاحب ذبيت الاولمبيات ريو طوكيو ولندن فزت عليه وصرت ربع من نهائي دور الثمانية بطولة العالم وعشت فيها ذكريات حلوة جوها حلو طبيعتها حلوة ذكرياتها حلوة باردة. كان بحب الشتاء كانت طلعت شتي وأنا نعيل شتوي بحب الشتاء كثير وبحب أمشي تحت الشتاء ومن نعيل بحط سماعة البناية بمشي تحت الشتاء وبظني ماشي. شو بتتخيل وانت بتركض؟ شو بتتفكر وانت بتركض؟ يمكن في حدا يحكي لي بالغ بس أنا بشوف مستقبلي وأنا بركض. أبدا مستحيل يعني أنا ما أبقى أدرب دائما بكون شايف انا وين انا وين رايح دائما بتفكر بمستقبلك بشوف دائما وين طريقي وين رايح مستحيل اني افكر بشيء ثاني بحكي جد ما بمزح طبعا ما هذا الاساس انه انا قاعد بحط سماعات بداني بحط الموسيقى اللي المره الجايه حكون مثلا راح لازم اكون بالمكان الفلاني وكذا. عمره حد عرض عليك تمثيل؟ تمثيل؟ لا ما حد عرض عليك تمثيل لانه في بالعاده هيك بياخذوهم انه قوايا وكذا وكسر اللي موجودين حواليه. عن قريب راح اطلع راح امثل بدل بويكا. ان شاء الله. ان شاء الله. ليش لا؟ طبعا بدنا نحط الرز طبعا كل اللي استعملته كرم. انا بحب التمثيل. بتحب؟ بحبه. شو كان نفسك تكون ممثل يعني ولا لا؟ والله مره انه اجت على بالي. عن جد؟ والله. بحب الاكشن، بحب الشغلات زي هاي اللي فيها اثاره وفيها هيك شغلات جد خيال بحبها. لو ما كنت ملاكم شو كنت بدك تكون؟ ممكن لكم ممثلة وتسيب لأن جد بحبها يعني أنا أتوقع لو طلعت ممثل كان أبدعت. طبعاً مع إنه إيش مش سهل مش سهل جد مش سهل بس أنا والله العظيم ما أتوقع إني لو أنا طلعت ممثل كان أبدعت جد مش مزح يعني. وإذا أجت الفرصة هلا بمكان منيح وبليق لوضعك وكل إشي طبعاً بتمثل. والله لمثل. وإذا شفتك بفيلم عالمي وتبطلت تتصور معي يا زياد عشاش لا ما عليك. طيب أوكي يعني بتتصور بعد؟ والله صح. أوكي ماشي. طيب زياد بما أنك حكيت لي بتحب التمثيل وكان ممكن أنه ها يكون تفكيرك مختلف تماماً شو بتحضر مسلسلات شو بتحضر أفلام؟ أنا أكثر شيء بحب الأكشن. أكشن والقصص الأكشن شيء ثاني بحب لك حتى مسلسلات الأكشن الأفلام الأكشن هذول بحبهم والإثارة والشغلات هاي كثير بحبها. شو اللي بيعصب زياد عشيش؟ الله لا يعصبك قدامنا. والله الله شو بدي احكي لك؟ ايش في اشي بيعصبك جد بخليك تعصب؟ والله ما بعرف كثير شغلات كثير. مثل كل شيء بيعصب. وفي شيء ما بيعصب؟ وفي شيء ما بيعصب يعني. لا جد. لا بس جد اشي جد هيك بيعصبك؟ الأزمة. أزمة الشارع؟ بحبش الأزمة. أزمة السيارات. أزمة السيارات طب ما بحبها. بتزمر وكذا من هذا النوع؟ لا بظن بحالي بس والله العظيم اني بدنا نزيد دبس رمان. دبس رمان منيح انك ساعدتني. حط كمان شوي عشان تعطيها طعمة الداوود باشا. أزمة السيارات. أزمة السيارات مش بحبهاش انا بصراحة. عندك فوبيا من اشي؟ لا
ولا من اماكن عاليه اماكن ضيقه؟ مره بكرانيا لعبت المقص بس عالي كبير عالي كثير هذيك انا في حياتي ما شفت زيه والله العظيم. تعيدها؟ لا انت بدك الصح؟ والله بدك الصح. ما بعيد والله ما بعيد. والله قلت نزلوني والله طلعت انا وعبادر كسبه صرخت عبادر كسبه تحياتنا لإله عبادر كسبه عباده كان طالع ماسك تليفونه ونزل عن جد يصور انه هو البطل وكذا البطل واضح طفى التلفون اول ما بلشت تطلع وقفت فوق طبعا عبين محمل التحت وقفت فوق طلع هيك تحت طفاه وحطه في جيبته وكلبش منيح وكلبش منيح قال لكن هو خلاص انا ان شاء الله طلعني والله وانا فوق بحكي انا ان شاء الله طلعني مستحيل اعيدها استحاله كثير عاليه كثير عالية اما احنا لعبنا كل العاب زي الجبل الروسي شو الجبل الروسي هذا الجبل الروسي بسيط الجبل الروسي سهل منه ما في والله سهل انا طلعت جبل روسي بس هذيك خرافيه خرافيه هو عندهم كمان جبل روسي تحب الملاهي لما تروح على بلاد بتروح على الملاهي جد بروسيا رحت في اوكرانيا رحت وين كمان رحت تايلاند رحت احلى وحده احلى وحده واكبر وحده كانت اوكرانيا اوكرانيا هو اكبر ملاهي يمكن فتها في حياتي حتى كل الالعاب فيها خياليه خياليه جد حتى دخلت غرفه الاشباح فكر حالك جد انت داخل فيلم رعب يما والله تحب افلام الرعب انا بحب الافلام الرعب حلوه حلو تغيير تغيير ايش بتخاف منه بحياتك بالعموم انت بخاف بصراحه مرق الدجاج اذا بخاف اني ما صلش الحلم اللي انا بدي اياه اللي ماشي في طريقي فيه انا ساعتها بخاف هاي الخوف الحقيقي هذا الخوف الحقيقي اني ما صلش اللي انا بدي اياه طموحي ما صلوش وفيش حدا طموحه سهل وانا طموحي صعب فهذا اللي بخوفني دائما اني انا ما صلش اللي بدي اياه من العرب قوايا كثير وبغلبوكم دائما هسه عندنا مثلا الجزائر قويه المغرب كمان العربي المغرب قويين كمان يعني هم هذول من اقوى دولتين احنا بنيجي كمان معهم احنا من الاردن يعني من كم من سنه دخلنا معهم فهذول احنا عندنا اقوى دول احنا بطولة العرب هم اقدم هم اقدم بكثير هم عندهم ميداليات عالم عندهم يعني واصلا مشاركاتهم خارجيه كثيره يعني بالضبط ومخرجات وشو اسمه هم مصنفين كمان دولتهم مصنفه بالملاكمه احسن من تصنيفنا في بالعالم والله بس اخر بطوله عرب بس انت هلا تصنيفك قد ايه انا اول عالم انت اول عالم هلا لانه بحكي عن الدوله نفسها بعدك بعدي بيجي اوكراني اوكراني والبعدي بيجي كازاخستان وعرب عرب فيش يعني بعد ما في عرب بعد يعني عرب كثير بعد اخر بطوله عرب لعبناها الاردن شاركت فيها كانت في السودان بالخرطوم لعبناها الاردن اول مره بجيب مركز ثالث انا وحسين جبنا ذهبيتين ما شاء الله جبنا ثالث عرب اول مره واخذنا الكاس يعني هاي اول مره بتصير يعني جبنا ذهبيت عرب ابوكم شو حكى هاي اللحظه ابوي كيف ابوي اكثر مره بشوفه مبسوط لما احنا تهنا على المبيات شفته بكى شو عمل شفته بكى اول مره بشوفه شفته اول مره بشوفه بكى شو قلت له شو قلت له وعدته والله العظيم اني وعدته قبل ما اطلع المباراه كنت العب مع الاوزبكي فاز علي ابو تو تعال مشان حكيت لك اللاعب مستحيل يفوز على مرتين وانا طالع والله العظيم قال لي ابوي ابراشد شو اليوم بدك تفوز قلت والله لفوز اليوم قلت له زلم انا اذا بحكيت لك بفوز انا عمريش وعدتك وخلفت كانوا مع اصحاب قال مدام براشد قال لي بفوز اليوم تفوز والله هيك حكى لهم عباب صاله حمزه قال مدام براشد قال لي بفوز تفوز لعبت مع الاوزبكي فزت عليه 5-0 اوف مش كمان الفوز العادي 5-0 والله العظيم فزت عليه يعني فزت عليه مكساح جبت ذهبيه فهذه كانت بطوله اسيا جبت فيها ذهبيه وتاهلت على الاولمبيات منها والدتك شو بتحكي والدتي كيفت والدتي متى عملنا لها عيد ميلاد بتذكر اصلا كنت عندي على الهواء انت أيوة وحسين كمان عملنا لها عيد ميلاد كيفت لان كان عيد ميلاد بنفس البطوله بالضبط بنفس اليوم وقلنا لها شو بدك نجيب لك هديه عشان احنا كنا معسكرين وبفندق عشان البطوله صح شو بتحب الهديه تكون لك فقالت لنا انا والله ما بدي انكم بس اثنين تتاهل على الاولمبيات وتفرحوني هاي احلى هديه وتاهلت وتهنى الاثنين بنفس يوم عيد ميلادها تهنى الاثنين وحتى ميت اللجنه الاردنيه راحوا شو اسمه جابوا لنا احتفلوا معكم بالعيد وقالوا لنا يلا الاثنين روحوا كان عندنا بعد يومين لعب
كانوا خلص روح بسرعة معكوا ساعة بتروح تحتفلوا معكم، حتى بعثوا معنا ناس من اللجنة معكوا ساعة بتروحوا بسرعة تحتفلوا وترجع طولوا شين بسنا رحنا والله بسرعة ركض احتفلنا ورجعنا يعني فرحناه جبنا له تورته وهذا وانبسط كثير بالتأهل وعملوا لنا عملوا لنا حفل بالبيت وكان شعور حلو أحلى شيء بالدنيا. طبعا طيب إحنا حنعمل السلطة آيسبرغ الخس وخيار، أنا حطيت زيت زيتون وحطيت دبس الرمان وراح أحط ديجون تمام يعني شوي أخف وراح نحط ملح ونخلطهم. نخلط باشا خلصت شوارع زياد تحكي لنا والله لا تاكل شيء مرتب. تحكي لنا على طبيخك كمان. كيف انا شاطر كثير بالسناكات بحب اعمل عصاير بحب احكي لي انت بتعمل عصير افوكادو افوكادو شو كيف الوصفه والله بعمل شاطر كثير كيف الوصفه بس الوصفه يعني عاديه بس بعملها بطريقه لما اخلصها جد بيطلع زاكي كثير كيف ليش بتعرفش ما بعرف بس هي وصفه عاديه نفس اللي يمكن بيعملوها المحلات بجيب حليب مكثف بجيب عسل بجيب مكسرات بجيب الافوكادو اول شيء بقشره بظبطه بحطه بالخلاط بحط الحليب المكثف بجيب العسل بحطه فوقيه كمان بخلطه معه بالخلاط بخلطه بهدير عليه طبعا المي لانه الخلاط مرات ما برضى يلف اوكي بحط عليه مي ما بكثر مرات ومرات حسب الخلاط بعدين ايش بعمل بشيله بدير في كاسه بجيب مكسرات بس بقطع عسل ومرات اذا لقيت قشطه بلديه بتحط معاها ما لقيت انسى الموضوع اذا ما لقيت خلص بس انا يا الله شو بحب القشطه طيبه جدا بس لو بعرف هذا الحكي كان اليوم كل هاي المكونات كانت عندك معلم الله العظيم كان علي والله شيء خيالي طيب عصيرة الشيء الخيالي كويس هات نشوف كويس كان في ببالي لو جبنا سيزر سلطة والله وسيزر طيبة والله بنحبها فينا نحط لازم نعمل سوشي المرة الجاي والله سوشي أنا نفسي أتعلمه بتعرف صحيح. لأنه أنا عشق الغرامي له معدات خاصة وغالي كثير بس لما تجيبها بتصير ممتازة طبعا. يعني خلص هيك سلطتنا خلصت أنا أكلتها بمحل في أوكرانيا اسمه مافيا سوشي مافيا سوشي خيالي شو في لعبة اسمها مافيا الحكالي عنها لعبة مافيا هاي عمرك لعبتها؟ والله ما بحبتهاش لأنهم كلهم بيقلبوا على بعض الطبيعي طبيعي كلها الإشي الطبيعي هو اللي بصير بدك تقنع اللي قدامك ونلعب بصراحة بس هم بيحكوا حلو بس أنا والله ما عمري لعبتها ما عمرك لعبتها كان يلعبوها لما كنا معسكرين بس أنا عمري ما لعبتها طبعا معظم الشعب الأردني بعد ما ياكل من ده كلياتنا وانا اول وحده بعد ما ياكل اول شيء سمع في حكي انا اول وحده حتى احنا الرياضيين بيبقى مثلا تنزل وزن تحكي انه خلص بدي اوقف اكل او انه خلص نمسك حالي بدي ابلش تمرين بعدين اول ما تلاقي الشيف عندنا بالمركز عامل لك اكل بتقعد بتنسى كل اللي حكيته وكل العهد اللي عهدته لحالك وبعد ما تاكل وتشبع وبعد ما تاكل وتشبع بتندم شو اللي عملته انا هسه بدي اروح اركض ساعه انت قبل اي نزال بتعمله شو روتينك بالضبط والله روتيني دائما روتيني نفس الشيء دائما شو بتعمل اول شيء الصبحيات اول يوم او اليوم اللي عندي لعب فيه بكون عندي ميزان بكون ميزان الصبح ولازم اجيب ميزاني طبعا على الليبرا ببقى صايم قبل بيوم عشان ولا شيء ولا شيء انت لانه مشكلتك بالعضلات تزيد وزنك وبالمي بالضبط حتى المي ما بنشربها اوكي الا اذا كان وزنك مرتاح بس احنا اكثريتنا احنا بننزل وزن عشان ننشف ونفسيتك بتكون هيك مستشرس للقتال ولا شو هسه نفسيتي من ورا الوزن لا ما بتكون تعبانه عشان هيك احنا بننزل قبل بس اخر بطولات صرت انزل قبل صرت ارتاح احسن لك احسن لما اكون بكون جد بكون صايم مش شايف شيء فانت بتكون متحمس انك تصحى بكره تروح تفطر شوف شو طموحك تفطر والله فبس تفطر عندي روتين دائما هذا بعمله مستحيل اعمله يوم ما عنديش منافسه بخلص فطور بخلص ميزان باجي صبح بفتح اللابتوب بشغل طبعا لفيروز
على الصبح بعمل كوب قهوة إكسبريسو، هذا دائما مستحيل ما أعملوش. بقعد أحضر بواعي اللعب من الصبح، بحضر شنتتي، بحط الطقم الأزرق والطقم الأحمر، مع إني ببقى عارف إن أنا بدي ألعب بالأحمر أزرق يعني أو الأزرق أحمر مش دخل، بس أنا ببقى عارف بدي ألعب بالأحمر، بحط الاثنين بحطهم، بحضر المنشفة في البوت، كل عدة اللعب بحضرها، بسكر الشنطة، بقعد بشرب القهوة. إذا كثير أنا أكثر المرات اللي رحت فيها على فنادق بكون مطل غرفتي كثير حلو، بقعد على البلكونة بشرب قهوة بسرح، بفكر شو أنا راح أعمل اليوم. إذا كنت لاعب مع الخصم بعرف شو هو، راح أدرس بدرسه بمخيلتي، أو ببقى شايفه قبل بيوم مثلاً برضه بدرسه بمخيلتي. تدرس كيف منافسينك قبل بيوم وهيك. وإذا ما كنت بعرفه أو مش حضر له، وأنا من نوعي مش كثير بحب أحضر له خصومي، بحب أن أطلع هيك خلاص طبيعتي، مش كثير بحب أن أحضر له، إنه أنا بالعادة بحب أطلع إنه خلاص أنا ملاكم وملاكم وإحنا فوق متخلص على الحلبة. بالضبط. بالضبط. فدائما قبل ما اطلع الحلبة راجل لراجل. بالضبط، بكون عندي خلص تكتيك معين انا راح العب هيك، وممكن يتغير على الحلبة حسب طريقة خصمي، يعني ممكن مرة تلاقيني مهاجم مرة تلاقيني مدافع. انت بتبدا عفوا مهاجم ولا بتحب تبدا دارس او تدرس اول شيء شو الخطوات اللي بده يعملها مناسبة؟ بس اي رياضة بشوف اول شيء شو طريقة اللعب الخصم اللي قدامه وبعدين بدرسها. انا دائما يمكن زمان كنت بس احب ان اظن هاجم، هسه لا، هسه غيرت من تكتيكي، هسه صرت العب بجميع الطرق، يعني صرت العب مهاجم، صرت العب مدافع حسب لحظتها، صرت ممكن العب الاثنين مع بعض، صرت مثلا تلاقيني مرات بس انا في يدروب ادافع واضرب، يعني صرت اعمل اكثر من اسلوب، لدرجه انه الخصوم من اخر فتره اخر بطوله احتاروا احنا شو بدنا نلعب مع زياد. ثلاث مباريات لعبت وكنت طالع واحد باي، ثلاث مباريات الثلاثه لعبت كل اسلوب شكل، وبطولة أسيا صارت بالأردن كل أسلوب شكل، لعبت أربع مباريات كل أسلوب شكل. حلو، هذا اللي ساعدني. طب ليه أزرق وأحمر بتاخدهم؟ عمرك تمقلبت يعني؟ لا ولا؟ بس أنا من النوعي اللي خلص بطلع عشان أروح أكون مطمن، غاد بيجي بيبقى معك الكشف قبل بيوم، بالضبط بيجي أنت زيادة ركنك اليوم أزرق. أنا عشان ما يكونش الكابتن مثلا مخربط أو أي حدا مخربط، أنا عمره ما صارت معي، بس احتياطا بحط الاثنين معي بالشنطة وبطلع فيهم عشان أي غلطة أكون أنا جاهز، أنا جاهز لكم وقاعد لكم. بكون جاهز دايك. طيب أنا بدي أطلب منك أنا وأنت نتذوق، تفضل أستاذ برز. إذا بدك أشلح لك لفظ أنت حر، ما بدك أنت حر، خلصنا من المسلم. أجت لحظة الحسم واللحظة القوية والمهمة، شو رأيك؟ يلا خلينا نجرب، خليني أحطهم قدامك على الحلقة، ساعدني. جربي. لا انت جرب، انا خايفه. شو خايفه؟ اول شيء المرأة طيبه مبدئيا، مالحه؟ لا زاكيه كثير طيبه، والله كثير طيبه. والله هي بطل عالمي عم بيقول لي طيبه، انا شو بدي فيكم؟ قصدي على الجمهور اللي هون الموجودين بالاستوديو. انا دام بتخوتوا على اكلي بس بياكلوه كله يا والله حكولي، والله حكولي انه زاكي يا زياد، كل اللي في عمل مقلوبة راحت علي، راحت عليك والله. روعة. والله روعة. تعال ذوقه. لا جد روعة. شكرا لك، نورتنا والله، انبسطت كثير، مبسوطين بوجودك بطلنا العالمي. الله يسعدك زياد، المصنف الأول على العالم بالملاكمة. بدي منك كلمة أخيرة للكاميرا، أنت والكاميرا. شكرا لكل المتابعين، ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله وان شاء الله شهر خير علينا وعليكم، وان شاء الله بقول لكم استنوني بطولة العالم ان شاء الله بشهر 5، ودعواتكم تنسونيش ان شاء الله، وشكرا لكم. كلياتنا بندعي لك، شكرا لك يا زياد، وايضا كل الشكر لرعاة برنامجنا، وان شاء الله لقائنا فيكم بتجدد بكره ان شاء الله بنفس الموعد بامان الله.